يقول لك انا رايك في الوضع الراهن في البلاد اليوم، الوضع الاقتصادي والوضع الاجتماعي. اصعب ما في الوضع ماهيش الصعوبات الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه، مش اول مره تمر بها البلاد، ولكن اول مره الناس يشعروا بالخوف لانه ما ثماش قياده عندها عقل، لانه الخصوصيه نتاع المنظومه هذه انها لا تعرف لا تحب تتعلم للاسف. الحل نجيب محفوظ فيما يرويه يقول: سالت الشيخ عبد المتعال نفس السؤال اللي طرحته لي انت، ما الحل؟ قالوا: ان جونا فهي الرحمه وان هلكنا فهو العدل. ان شاء الله ربي يرحمنا. شرعيات مش نواب. المشكله مش في صراع الشرعيات ولا تناطح الشرعيات، برلمان جديد لم ينبثق عن انتخابات حقيقيه اصلا، اذا الحديث على مجلس نواب اصلا هو من باب التجاوز. لا شرعيه له قطعا، لانه الانتخابات اللي تبنى عليها مش شرعيه، ولانه الدستور اللي تبنى عليه مش شرعي. احنا قلنا انه قيس سعيد لا يملك قدرات قياديه، وقلنا انه قام بانقلاب وهذا ما زوز يؤديه الا الى المصائب والكوارث وكم تشوفوا، وهذا قلناه منذ الساعات الاولى للانقلاب. للاسف الشديد انه الوقت على حساب البلاد، واستهلك كثير من الوقت الشعب رد الفعل نتاعو دائما ياخذ شيء من الوقت، لانه ما عندوش أدوات التحليل متاع السياسيين أو النقابيين. الشعب عندما يلامس في واقعه بدأ يلامس فيه، والآن شعبية قيس سعيد في الحضيض، وما يغركمش سبر الآراء، يعني هذا سبر الآراء نجموا يزوروه بكل نزاهة بين ظفرين، باستعمال طرق معينة ينجموا يزوروه. هذا موضوع ثاني، هذه أنواع متاع سبر آراء تعتبر أعمال سياسية وليست سبر آراء لمعرفة رأي الشعب. فبالتالي الشعب قاعد يعاين وسينقذ البلاد بإذن الله، وإن شاء الله هذه هو المرض اللي يعطي للجسم الديمقراطي مناعة إن شاء الله، ويخلي الديمقراطية التونسية تتخلص من أمراضها وتكون ديمقراطية سخية منتجة للرفاه بإذن الله. شرعية مجلس النواب. أي مجلس النواب مغلق الآن بدبابة للأسف الشديد المجلس الشرعي، أما ما يسمي بالانتخابات فهو مجلس ولد ميتا منذ أن أعطاه صفر صلاحيات قيس سعيد في دستوره.